اهلا بيكم في محاضرة النهاردة تحت رعاية شركة ايكوتي جلوبال ماركتس. هيكون معاكم اماني رشيد، محللة فنية في مجموعة ايكوتي. ان شاء الله المحاضرة النهاردة هنتكلم فيها عن الشموع اليابانية. هنتعلم ازاي نقدر نفهم الشموع دي عايزة تقول لنا ايه، يعني الشموع دي بتترجم لايه، ازاي نقرأها، وازاي نقدر نفهم نفسية المتداولين خلال الفترة بتاعة تكوينها، وازاي بقى في الاخر ده الجزء العملي ازاي نقدر نطبق الشموع اليابانية دي على برامج التداول علشان تساعدنا في عمليات الشراء والبيع. في البداية عايزين نعرف ايه هي الشموع اليابانية. احنا بنتكلم بس باختصار في الاول علشان اللي لسه مش عارف ايه هي الشموع اليابانية. باختصار هي أداة من أدوات السلوك السعري بتساعدنا اننا نترجم الحركة السعرية اللي بتحصل في فترة معينة، سواء بقى على الدقيقة، على النص ساعة، على اليوم، على الشهر، على أي إطار زمني. يعني هي أي إطار زمني لما نيجي نفتحه هنلاقي إن الشموع اليابانية دي مثلا لو على الساعة يبقى بتترجم حركة المتداولين سواء بالبياعين أو المشترين على خلال الساعة بتاعة الجلسة بتاعة الشمعة دي، لو على الدقيقة يبقى بتترجم إيه اللي بيحصل بين المتداولين سواء بياعين أو مشترين خلال الدقيقة، وهكذا. مش بس كده، لا دي كمان بتساعدنا اننا نفهم نفسية المتداولين خلال الفترة دي وسلوكهم. يعني لو بصينا لتحت هنا هنلاقي ان احنا عندنا نوعين من الشموع اليابانية. وانتوا كده يا جماعة سامعيني كويس؟ ممكن لو سامعيني بس عشان قبل ما نكمل ممكن تدوسوا رقم واحد. ممكن لو الصوت سامعيني كويس تدوسوا رقم واحد. تمام، نكمل. لو بصينا تحت هنا هنلاقي ان في عندنا نوعين من الشموع اليابانية. في عندنا شمعة صاعدة وفي شمعة هابطة، طبعا بتختلف بالالوان، كل واحد بيحب يلونها بايه. انت متعود تتريد او تتداول على اي شكل من الالوان، لكن احنا هنا علشان خاطر الستاندرد او الحاجة الشائعة ان الشمعة الصاعدة ان احنا هنستخدمها النهاردة. الشمعة الصاعدة هتبقى شمعة بيضاء والشمعة الهابطة هتبقى شمعة سوداء. تمام، الفرق بقى بين ايه، هي الفرق ما بين الشمعة الصاعدة والشمعة الهابطة. الشمعة الصاعدة بيكون سعر الافتتاح اقل من سعر الاغلاق. يعني احنا مثلا هنفترض ان خلال ساعة لو جينا طبقنا الشمعة دي على اطار الفريم الساعة، هنلاقي ان هو في اول الساعة ماشي مثلا عند الساعة 12 بالظبط جت الشمعة افتتحت عند المستوى ده، عند سعر الافتتاح ده. بدأت بقى القوى الشرائية خلال الساعة دي تسيطر على التداولات ماشي، وبدأ يحصل صراع ما بين البياعين والمشترين. طبيعي الصراع ده أدى إن يحصل فيه أقل سعر. أقل سعر دي أقل مستوى وصل له السعر خلال الساعة أو خلال الفترة الزمنية المعينة اللي أنت محددها. أعلى سعر دي أعلى نقطة وصل لها السعر خلال الفترة الزمنية، نفس الفترة الزمنية. وفضل الصراع ما بين المشترين والبياعين، بس واضح إن المشترين كانت قوتهم أكبر. عرفنا منين؟ إن سعر الافتتاح كان أقل من سعر الإغلاق، جت في الآخر المشترين دفعوا السعر الأعلى، بعد ما عملوا أعلى سعر نزل السعر تاني أغلق عند المستوى ده، في النهاية هو أعلى من سعر الافتتاح. والعكس صحيح في الشمعة الهابطة، جه هنا عند خلال فترة زمنية معينة السعر ابتدى يتفتح، السعر افتتح في المستوى ده، حصل صراع ما بين القوى الشرائية والبيعية. ده انا بصوا احنا ايه، مش عايزة اجي اقول لكم دي شمعة صاعدة دي شمعة هابطة، هنا الستاندرد سعر الافتتاح اقل من سعر الاغلاق والعكس. انا عايزة افهم ايه اللي بيحصل خلال الفترة دي. يعني انت كمتداول لازم قبل ما تيجي تقول انا هستخدم الشموع اليابانيه لازم تعرف هو ايه اللي بيحصل. انا خلال المحاضره دي احنا بنهتم اكتر ان احنا نعرف النفسيه بتاعت المتداولين او السلوك بتاع الشمعه اللي بيحصل خلال الفتره. ليه؟ علشان خاطر نقدر نترجم ايه اللي بيحصل، نقدر نعرف احنا ليه بنقول دي شمعه هابطه وليه بنقول دي شمعه صاعده. تمام، هنعيد تاني بالنسبه للشمعه الصاعده بسرعه.
ماشي، وهنلاقي العكس في الشمعة الهابطة. الشمعة الصاعدة زي ما قلنا إن بيجي عن فترة زمنية، بيبدأ سعر بيفتح الشمعة، بتبتدي الجلسة بافتتاح في المستوى ده. هنفترض مثلا إن إحنا بنعمل اكزامبل مثلا على إيه الساعة، على فريم الساعة. هتيجي عند الساعة بالظبط أول لما تبدأ ماشي، ودقيقة بالظبط هتفتح الشمعة، هتبتدي تتحرك من المستوى ده. ده هيكون سعر الافتتاح. سعر الافتتاح هيحصل بقى ايه؟ صراع ما بين القوة الشرائية والقوة البيعية، بتأدي إلى إن ممكن السعر يوصل لأقل سعر. أقل سعر دي معناها أدنى مستوى وصل له السعر خلال الفترة الزمنية المعينة، وأعلى سعر، ودي أعلى نقطة وصل لها السعر. بيفضل الصراع ما بين المشترين والبياعين لحد ما بيجي عند سعر الإغلاق، بيفتح السعر الإغلاق عند مثلا 12 و59 دقيقة ماشي، يروح جاي سعر الإغلاق هنا. ده معناه إيه؟ إن معناه إن المشترين هم اللي سيطروا على الشمعة خلال أو على جلسة التداول خلال الفترة الزمنية، سواء بقى على الدقيقة، سواء على الساعة، سواء على أي إطار زمني أنا مختاره. تمام، معناه كده ايه؟ ان القوة الشرائية خلال الفترة اللي فاتت كانت هي المسيطرة على التداولات. هيجي سعر الإغلاق هيبتدي من هنا، خلاص ده وصل سعر الإغلاق. سعر الإغلاق هيكون سعر الافتتاح للشمعة اللي بعدها. يعني هنفترض ان لو في هنا شمعة، هيبقى سعر الإغلاق هو سعر الافتتاح للشمعة اللي بعدها، وهكذا بيبتدي يحصل الصراع ما بين المشترين والبائعين. العكس هنا في الشمعة الهابطة، ان بيجي عند بداية الجلسة سعر الافتتاح بيبقى عند المستوى ده ماشي. يعني هنفترض مثلا ان الشمعتين دول جنب بعض، جينا هنا سعر الافتتاح وهنا سعر الاغلاق. اول لما السعر اغلق من هنا جه افتتح في نفس المستوى، اهو نفس المستوى سعر الافتتاح وسعر الاغلاق، بس هنفترض ان هنا سعر الافتتاح. بعد ما حصل بقى، لا حصل صراع برضه ما بين القوى الشرائيه والبيعيه، بس المشكله هنا ان القوى البيعيه هي اللي سيطرت. عرفت منين انها سيطرت؟ لان لقينا ان سعر الاغلاق ادنى من سعر الافتتاح. يبقى في الشمعه الصاعده سعر الافتتاح اقل من سعر الاغلاق، في الشمعه الهابطه سعر الافتتاح اعلى من سعر الاغلاق. تمام، وبيحصل اعلى سعر زي ما قلنا، ده اعلى مستوى بيوصل له السعر خلال فتره زمنيه معينه، واقل سعر دي اقل نقطه بتوصل لها السعر. ده ببساطة يعني ايه شمعة صاعدة، ويعني ايه شمعة هابطة، وايه المكونات بتاعت الشمعة. هم 4: أعلى سعر وأقل سعر، سعر الافتتاح وسعر الإغلاق. ومن خلال الأربع نقط دول مش بنقدر نحدد هي الشمعة دي شمعة صاعدة ولا شمعة هابطة. تمام كده؟ طيب هنيجي دلوقتي على أصل الشموع اليابانية ماشي. يعني مش شرط ان اعلى سعر يكون نفس، معلش نرجع تاني عشان السؤال ده، يعني مش شرط انه اعلى سعر يكون هو نفسه سعر الاغلاق او الافتتاح، لا مش شرط. بس في بعض الحالات زي ما احنا هنشوف مع بعض او في نماذج الشموع، نلاقي ان سعر الافتتاح هو مثلا بيكون اعلى سعر، او سعر الاغلاق بيكون اعلى سعر، بس الشكل الاساسي الستاندرد بتاع الشموع ده الشكل بتاعنا. ممكن يحصل ان ما يبقاش فيه اصلا اعلى سعر، ممكن يحصل ان سعر الافتتاح يكون ده اعلى سعر وصل له خلال الفتره ماشي. سعر الاغلاق ممكن يكون هو اقل سعر، ممكن يكون سعر الافتتاح والاغلاق عند نفس المستوى ماشي. يبقى في البدايه كده مش شرط ان اعلى سعر يكون نفسه هو سعر الافتتاح او الاغلاق. تمام، أصل الشموع اليابانية بيرجع أصل الشموع إلى حوالي عام 1600 ميلادي، لما كان اليابانيين بيتداولوا في سوق الأرز. سوق الرز ده كان سوق للتداول شائع في الوقت ده، يعني كان زيه زي سوق العملات وهكذا. وعشان يسهلوا على نفسهم عملية التداول، قام واحد منهم اسمه هوما مونيهيسا بابتكار تقنية فنية لتمثيل سعر الأرز وتحليله علشان يسهل على اليابانية. نماذج الشموع اليابانية في نماذج انعكاسية وفي نماذج استماعية، بس احنا هنركز في محاضرتنا النهاردة على النماذج الانعكاسية، لأن هي بتكون أقوى على تأثيرها، أقوى على حركة السعر، أو دي بيكون تأثيرها واضح جدا وبتكون شائعة. طيب برضو نخلي بالنا من حاجة مهمة جدا، ان في اعداد مهوله من الانماط، لكن احنا النهارده هنحاول نركز على الانماط اللي هي اكثر شيوعا عشان ما نلخبطش نفسنا. وبعدين احنا لو قدرنا نفهم مع بعض ازاي نقدر نفهم نفسيه المتداولين خلال الفتره دي، هتقدر بقى تترجم اي حاجه على اي شمعه.
خلاص انت مش محتاج تحفظ يعني ايه نموذج مطاقه، يعني ايه الدوجي، يعني ايه الكلام ده كله. انت مجرد ان انت اهم حاجه يعني ايه تفهم نفسيه المتداولين خلال الفتره دي. تمام. طيب لو بصينا هنا على نموذج المطرقه هنلاقي ان هو زي الرسمه، ده المطرقه تمام، وده المطرقه المقلوب. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ سامعيني كده يا جماعه ولا ما في صوت؟ سامعيني كويس؟ ممكن لو سامعيني كويس تدوسوا رقم واحد. تمام. نموذج ده نموذج المطرقه يا جماعه، وده نموذج المطرقه المقلوب ماشي. لو بصينا هنا على الشمال هنلاقي ان نموذج المطرقه يعني بيشبه المطرقه، او الهامر بيشبه المطرقه، بيشبه الشاكوش. عشان كده بصوا لو بصينا هنلاقي الراس، وهنلاقي عباره عن ديل زي المطرقه بالظبط. وهنا للسؤال اللي كان بيسالني هل سعر الافتتاح هو سعر ممكن يكون اعلى سعر، سعر الاغلاق ممكن يكون اعلى سعر، اهو المثال ده بيقول لك ان مثلا سعر الاغلاق ممكن يكون ما فيش ظل علوي، ما فيش ظل علوي تمام. فسعر الاغلاق هو اعلى سعر وصل له خلال الفتره الزمنيه المعينه تمام. المطرقه بيجي ممكن يجي في شكلين، يا اما مطرقه صاعده يا اما مطرقه هابطه. في نفس الحاجه يعني نفس اذا كان صاعده او هابطه فهي بتيجي في نهايه اتجاه هابط. انا بس ما الخط ده علشان نوضح مع بعض بشكل سريع يعني ايه عشان ما نلخبطش نفسنا. الهامر بيجي في نهايه الاتجاه الهابط عشان يقول لنا خلي بالك لو انت مثلا في صفقه بيع اخرج، السعر بيبتدي هنا يعكس عليك تمام. يعني مثلا انا لو في صفقه بيع وظهر عندي نموذج المطرقه فهو بيقول لك خلي بالك اخرج دلوقتي السوق هينعكس عليك، او ممكن في اوقات كتير بتبقى فرصه قويه جدا على الشراء تمام. وده هنشوفه مع بعض في التطبيق العملي. الشمعة بتتكون من ايه؟ ساعات بيكون المطرقة ليها ظل علوي صغير جدا، وساعات ما بيكونش زي الشكل اللي عندنا ده، بتتكون من ظل سفلي كبير، وكل ما كان ظل السفلي اكبر من الجسم ده جسم الشمعة ماشي، كل ما كان الظل السفلي اكبر من جسم الشمعة كل ما كانت الشمعة اقوى. معناها ايه اللي بيحصل في الفترة دي؟ لو بصينا من ناحية النفسية معناها ان بيجي السعر مثلا، هنترجم معانا الشمعة الصاعدة، هتيجي السعر مثلا افتتح في المستوى ده ماشي، ده كان سعر الافتتاح تمام. هيفضل يحصل صراع ما بين القوى البيعيه والشرائيه. في الاول القوى البيعيه كانت هي المسيطره على السوق، ليه؟ لانها دفعت السعر الاسفل. لكن قبل ما الجلسه تخلص ماشي، جت القوى الشرائيه ابتدت تسيطر تاني على السوق، خلت السعر يطلع 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 وتخطى سعر الافتتاح وجه اغلق عند المستوى ده. يبقى معنى كده ان نموذج المطرقه بيقولك من الناحيه النفسيه، هو بس هو نموذج انعكاسي، بس من الناحيه النفسيه او السيكولوجي فهو بيقولك ان دي بدايه ظهور المشترين في السوق. لو جت بعدها شمعه صاعده ماشي، يبقى ده دليل قوي على الشراء، ده شمعه تاكيديه ماشي، وده يبقى فرصه جميله جدا ان احنا نشتري تمام. العكس في المطرقة المقلوب، لو بصينا هو ده اللي انا عايزه اقول لكم عليه. انا جبت في المطرقة المقلوب ظل سفلي صغير علشان بس اوضح لكم ان مش لازم الشكل ده اللي يكون الستاندرد بتاعي، ممكن يجي بظل سفلي صغير تمام. المطرقة المقلوب ده بيجي في نهاية اتجاه هابط علشان يدعم الصوت تمام. يا اما بتبقى مطرقه مقلوبه، يا اما انفيرتد هامر دي، يا اما بتبقى صاعده يا اما بتبقى هابطه، سواء هنا او هنا. فهو بيقول لك دليل على بدايه ظهور المشترين، بس مش سيطرته زي المطرقه، لا دي البدايه. ليه؟ لان السعر عمل اعلى سعر، وللاسف القوى الشرائيه ما لحقتش توصل لاعلى سعر، بس واضح كده ان في بدايه ظهور المشترين. دي لو جت بعدها شمعه صاعده يبقى دليل قوي جدا على الشراء. طيب العكس بقى بتاع المطرقه والمطرقه المقلوب، نموذج الشهاب والرجل المشنوق. الشهاب والرجل المشنوق دي بتيجي بقى العكس، احنا قلنا هنا في المطرقه والمطرقه المقلوب بيجي في نهايه اتجاه هابط عشان يدعم الصعود، هنا بقى بيجي في نهايه اتجاه صاعد عشان يدعم الهبوط ماشي. الترجمه او العكس بتاع المطرقه
اسمه الرجل المشنوق. ليه قلنا عليه الرجل المشنوق؟ لو بصينا هنا هتلاقي ان هو شكل الراجل ده، راس الراجل ومشي، وده جسمه اللي بيتشنق، يبقى ده الرجل المشنوق وده الشهاب او الشوتينج ستار. تمام، ده دليل على ان القوة البيعية ابتدت تظهر نوعا ما. يعني هنا كانت المشترين ماشي ابتدوا يرفعوا السعر الاعلى الاعلى، بس جم البياعين وبعد كده راحوا مدافعين السعر تاني، بس للاسف ما قدروش يسيطروا على السوق، وبعد كده راحوا مثلا قافلين السعر هنا. يبقى هنا بداية ظهور القوة البيعية، اما هنا فبيدل على قوة القوة البيعية. يعني ليه بقى؟ لان انا عندي مثلا هنا جه السعر ابتدى في المستوى ده ماشي، وابتدى يطلع يطلع، لان الشمعة صاعدة، ابتدى يطلع 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 وينزل، بيحصل صراع بقى ما بين القوى البيعية والشرائية، لحد ما بيجي القوى البيعية بتدفع السعر ان هو يقفل تحت، عمل ظل علو كبير ماشي وجسمه صغير. وطبعا كل ما كان في نموذج الشهاب والظل العلوي اكبر، كل ما كان والجسم اصغر ماشي، كل ما كان دليل على قوة النموذج. العكس في نموذج الرجل المشنوق، لو كان الظل السفلي اكبر والجسم الشمعة اصغر، يبقى ده دليل على قوة النموذج وان هو بيدعم الانعكاس بشكل كبير جدا. طيب في عندنا دلوقتي نموذج الدوجي، ودي بقى من اكتر النماذج اللي بنلاقيها قدامنا في الشارت. ده نموذج مشهور جدا، تمام، بيجي في نهاية الاتجاه الصاعد والهابط، يعني بيجي في اي اتجاه، لان هو ليه اشكال كتير، بس ابرز اشكاله ان يعني اهم حاجه لازم نخلي بالنا منها ان سعر الافتتاح مساوي لسعر الاغلاق. اللي كان بيسالني برضه هل شرط ولا لا، لا ده في نماذج زي نموذج الدوجي، تمام، سعر الافتتاح هو هو سعر الاغلاق عند خط واحد. ده دليل على ايه؟ دليل على الحيره، او بيبقى فيه فرق صغير قوي ما بينهم، بس طبعا كل ما كان الجسم صغير قوي ماشي يكاد يكون منعدما، يعني خط زي ما احنا شايفين كده، كل ما كان النموذج اقوى ماشي. النمط ده لما بيجي بيقول لك خلي بالك ده في حيره ما بين المشترين والبائعين، اصلا هما ولا مشترين مسيطرين على السوق ولا البائعين مسيطرين. فلو مثلا عندي الاتجاه صاعد وظهر النموذج ده، فده دليل على ان القوه البيعيه والقوه الشرائيه ابتدت تتساوى. فخلي بالك انت لو داخل شراء فخلاص القوة ابتدت تتساوى، استنى شوف ايه اللي هيحصل، ممكن القوة الشرائية ترجع تعمل تاني يعني تسيطر على السوق، وممكن ما تقدرش والبياعين هما اللي يسيطروا. فهي دي نموذج بيدل على الحيرة ما بين البائعين والمشترين، بيقول لك خلي بالك ده في ضعف، بداية ضعف الاتجاه الحالي، واحتمال كمان ينعكس في الاتجاه المضاد ليه. طيب لو جه مثلا في اتجاه صاعد، يبقى ده دليل قوي على ان السعر يا اما هيمشي في اتجاه عرضي يا اما هيمشي في اتجاه هابط. تمام، لو جت في اتجاه هابط هيبقى العكس، ده دليل على ان في قوة بيعية ضعيفة دلوقتي، وان ده مؤشر قوي جدا ان انت تخرج من صفقتك لو كنت بايع، ولو انت عايز تشتري فدي فرصة كويسة لو جت شمعة تكتية. اول حاجة كانت المطرقة، بس عشان ما نتلخبطش، ده نموذج المطرقة، تمام، ده المطرقة مقلوب، ودول بيجوا في نهاية اتجاه هابط. العكس بتاعهم الرجل المشنوق والشهاب، وده بيجوا الاتنين واحد. ممكن لو سامعيني كويس تدوس رقم واحد. تمام، انا اول حاجة ابتديت بيها كانت طبعا نموذج المطرقة، دي اول حاجة ابتديت بيها. تمام، نكمل. نموذج الابتلاع الشرائي والابتلاع البيعي، هنيجي هنا على نموذج الابتلاع الشرائي هنلاقيه على الشمال، وده بيجي في نهاية الاتجاه الهابط اللي بيشير ليه احتمالية انعكاسه. النموذج ده
نموذج بيتكون من شمعتين. المطرقة والرجل المشنوق، هما كتير بيشبهوا بعض. لا احنا كل صح كده هنتلخبط. تمام، المطرقة ماشي زي الرجل المشنوق بالظبط، صح كده تمام، بس ده في اتجاه، المطرقة في اتجاه هابط، الرجل المشنوق في اتجاه صاعد، صح كده. المطرقة هي عكس الايه، الرجل المشنوق دي بتيجي، يعني هي شكل نفس الشكل بالظبط، بس ايه اللي يخليني اقول على دي مطرقه ويخليني اقول على دي رجل مشروع؟ لو المطرقه جت، لو النموذج ده ظهر في اتجاه هابط يبقى دي مطرقه، لو النموذج ده ظهر في اتجاه صاعد يبقى ده رجل مشروع. طيب العكس، المطرقه مقلوب والشهاب، هما دول عكس بعض. ايه الفرق ما بينهم؟ لو النموذج ده، المطرقه المقلوب ده لو ظهر في اتجاه هابط يبقى هو ده مطرقه مقلوب عكس المطرقه. طيب لو ظهر في اتجاه صاعد يبقى ده نموذج الشهاب، تمام كده. والدوجي طبعا نموذج انعكاسي قوي جدا، تمام، بيدل على الحيرة زي ما قلنا، الحيرة ما بين المشترين والبياعين، وده بيبقى داعم قوي جدا على عكس الاتجاه، تمام. ليه؟ لان مثلا لو اتجاه صاعد وظهر الدوجي فمعنى كده ان القوة الشرائية خلاص ما بقتش موجودة، بدليل انها تساوت مع القوة البيعية. بصوا سعر الاغلاق هو هو سعر الافتتاح او جسم صغير قوي، فده دليل على الضعف الاتجاه الحالي، وبالتالي عكس الاتجاه، او على الاقل هيبقى فيه حركة تصحيحية، تمام كده. طيب نكمل. الابتلاع الشرائي بقى هو ده نموذج انعكاسي برضو، بس بيتكون من شمعتين، ده مش شمعة منفردة، ده شمعتين. عبارة عن ايه بقى؟ الشمعة الاولى دي بتبقى، احنا الابتلاع الشرائي هنا على ايدينا الشمال، الشمعة الاولى دي بتبقى شمعة هابطة، وبعد كده بتيجي شمعة صاعدة تبتلع، عشان كده قالوا ابتلاع. ليه؟ تيجي شمعة صاعدة أكبر من الشمعة الهابطة. لو حطينا الشمعة الصاعدة دي يعني بره عن على الشمعة الهابطة، الشمعة الهابطة الجسم بتاعها والظل وكل هيختفي، على الأقل الجسم بتاعها هيختفي، مش هتبقى موجودة. فهي بتيجي الشمعة الصاعدة عشان تبتلع الشمعة الهابطة. لو بصينا نلاقي إن النموذج ده بيجي في نهاية اتجاه هابط، معناه إيه؟ معناه إن المشترين دلوقتي سيطروا بشكل كبير جدا على حركة السعر. ازاي؟ بعد ما كان اتجاه هابط والبياعين عملوا جسم صغير، جم المشترين بلعوا الشمعة، يعني بلعوا القوة البيعية وعملوا شمعة كبيرة. سعر الافتتاح والاغلاق بتاع الشمعة الهابطة بتبقى يعني سعر الاغلاق ماشي، وسعر الافتتاح بيبقوا اقل من سعر الاغلاق والافتتاح بتاع الشمعة الصاعدة، ماشي. ده سعر الافتتاح هنا، هنلاقي ان هو سعر الافتتاح يعني سعر الاغلاق في الشمعة الهابطة، عشان بس نوضحها مع بعض اكتر، سعر الاغلاق في الشمعة الهابطة بيكون اقل من سعر الافتتاح بتاع الشمعة الصاعدة، جسم جوه جسم، تمام. ده الابتلاع الشرائي. العكس بتاعه في الابتلاع البيعي، في حاجة أنا عايزة أقولك عليها، إن كل ما كان الفرق أو التفاوت ما بين الشمعة الهابطة والصاعدة الكبير، كل ما كان النموذج أقوى. دليل ليه بقى بنقول النموذج أقوى؟ هو مش كلامه خلاص يا جماعة، بس لو بصينا للمعنى هنلاقي إن كل ما كان التفاوت أكبر، كل ما ده دليل على إن البياعين أو إن خلاص ضعفوا، وإن المشترين هم اللي بقوا قوة المسيطرة في السوق. ده من الناحية السايكولوجي. العكس بتاع نموذج الابتلاع الشرائي هنلاقي نموذج الابتلاع البيعي، وهنا هنلاقيه على اليمين، ودي بيتكون من شمعة صغيرة صاعدة نسبيا، بتيجي بعدها شمعة هابطة أكبر منها بتيجي تبتلعها لتعكس قوة الضغط البيعي. وهو بيقول لك كمتداولين دي إشارة بقى قوية جدا على إن إحنا ندخل مع الاتجاه الجديد اللي هو اتجاه الهابط، شمعة هابطة يبقى اتجاه هابط، والشمعة الصاعدة اتجاه صاعد، يبقى ده الابتلاع الشرائي وده الابتلاع البيعي، تمام كده؟ حاجة بقى مشابهة جدا للابتلاع الشرائي والابتلاع البيعي، وهو الهرامي الشرائي والهرامي البيعي. الهرامي الشرائي ده، أو بيقولوا عليه اللي هو المرأة الحامل
يعني بيقول لك ان ده كان اصل الشمعة، ان هو شمعة كبيرة صاعدة ماشي، بتيجي بعدها شمعة صغيرة بتتولد منها شمعة صغيرة في الحجم، تمام. وده دليل مثلا، يعني ده نموذج الهرمي البياعي، ده على ايدينا الشمال هنا نموذج الهرمي البياعي، ده بيجي في نهاية اتجاه صاعد، بتكون في شمعة صاعدة كبيرة بس بعدها بيتولد شمعة هابطة صغيرة ماشي، هابطة صغيرة بتتولد من الأم اللي هي الشمعة الكبيرة. ده دليل على إيه؟ على إن البياعين ابتدوا يتولدوا في السوق، عشان كده سموها رامي في اللغة اليابانية معناها المرأة الحامل، تمام. فالشمعة الهابطة بتتولد من الشمعة الأم الكبيرة اللي هي الصاعدة، ده دليل على انهم خلاص البياعين ابتدوا يزهقوا في السوق. فانت لو داخل شراء فدي تبقى فرصة كويسة جدا، علامة مبكرة ان انت تخرج من صفقة الشراء بتاعتك، او لو لقيت شمعة هابطة تأكيدية فده حلو قوي، ادخل على طول مع السعر، تمام. طيب في هنا بقى العكس بتاعها، وهو نموذج الهرامي الشرائي. نموذج الهرامي الشرائي ده بيتكون من شمعتين، الشمعة الأولى بتبقى شمعة هابطة كبيرة والتانية بتبقى صاعدة صغيرة، يعني بيقول لك إن مشترين ابتدوا يظهروا في السوق، تمام، يعني بيجي في نهاية اتجاه هابط عشان يدعم الصوت. يبقى دي فرصة كويسة جدا ان المشترين ابتدوا يتولدوا في السوق، فانت تبقى فرصة حلوة ان انت تدخل مع الاتجاه الجديد اللي هو الاتجاه الصاعد، لو لقينا شمعة تأكيدية او لو ظهرت عند مثلا مستوى دعم. قوة الشموع، بس انا عايزة اقول لكم على حاجة قبل ما نكمل. قوة الشموع ان هي تظهر عند مستويات فنية قوية، حاجز فني، سواء بقى على مقاومة، عند دعم، عندي يعني احلى حاجه ان احنا نستخدم الشموع ندمجها مع الادوات التانية. في المحاضرات اللي فاتت كنا بنتكلم عن استراتيجيات كتير، كنت دايما بقول لكم في اي استراتيجيه لو ظهر شمعه فده يعني بيدعم الاستراتيجيه وبيدعم نقطه الدخول بتاعتنا جدا. فهي قوه الشموع ان احنا مش بنستخدمها لوحدها، احنا ممكن ندمجها مع مؤشرات تانية او مع السلوك السعري اللي عايز، اللي هو خطوط الدعم والمقاومه والاتجاه والقنوات السعريه والنماذج الفنيه وهكذا، تمام. طيب في عندنا دلوقتي نجمة الصباح ونجمة المساء. نجمة آخر حاجة، يعني دي بقى مثال بسيط قوي على نجمة الصباح ونجمة المساء، ده نماذج للشموع اليابانية الثلاثية، تمام. احنا كده خدنا الفردية وخدنا الثنائية وخدنا دلوقتي الثلاثية. الثلاثية يعني بيتكون من 3 شموع. على الشمال هنا نموذج شمع نجمة الصباح. نجمة الصباح يعني بداية ظهور الصباح، يعني بيدعم الارتفاع، بيدعم التحسن، بيدعم التحسن بتاع السوق، يعني بيدعم الارتفاع. نجمة الصباح، صباح بيبتدي، الصباح بيبتدي الشروق، تمام. نجمة الصباح دي بنموذج انعكاسي صعودي، يعني بيجي في نهاية اتجاه هابط بيدعم الارتفاع، بيتكون من شمعة هابطة لأنه بيجي في نهاية اتجاه هابط، فبيتكون من شمعة هابطة كبيرة، بعدها بيجي شمعة صغيرة جدا، والشمعة الصغيرة جدا دي ممكن يبقى سعر الإغلاق بتاعها أدنى من سعر الإغلاق بتاع الشمعة الهابطة، وبعد كده بيجي بقى الشمعة الصاعدة علشان تبتدي تعكس إن خلاص سامعيني كويس كده يا جماعة؟ ممكن لو سامعيني كويس، سامعيني كويس كده، كله سامعيني كويس؟ ممكن لو سامعيني كويس بس تدوس رقم واحد عشان نكمل، تمام. في حد عنده مشكلة؟ تمام، بعتذر جدا يا جماعة على الصوت.
نكمل. احنا كنا ابتدينا على نموذج نجمة الصباح، وقلنا ده معناه ان السعر ابتدى القوة الشرائية هي اللي ابتدت تسيطر على السوق، وبالتالي فهو ده دليل كويس جدا على الشراء. العكس في نموذج نجمة المساء، المساء يعني الغروب يعني الهبوط، تمام؟ وده بيكون من شمعة صاعدة لأنه بيبقى جاي في اتجاه صاعد، بعد كده بتتكون شمعة صغيرة ماشي صاعدة بقى وهابطة، بس في الأغلب بتبقى صاعدة، وبعد كده بتيجي شمعة هابطة كبيرة. ده دليل على إن المشترين كانوا في الأول أقوياء، ابتدى يقلوا شوية يضعفوا شوية، وفي الآخر جم القوى الباعية هي اللي سيطرت وعملت جسم كبير مشابه للجسم الأول. يبقى ده دليل على بداية أو انعكاس محتمل، تمام؟ في عندنا بقى نموذج القمم والقيعان الدوارة، ودي آخر نموذج عندنا قبل ما نطبق عملي، ماشي؟ وده بيتكون من شمعة واحدة صغيرة، ده بيعتبر زي نموذج الدوجي، تمام؟ لأنه بيعكس الحيرة، يعني هو ده قريب من الدوجي، بيعكس الحيرة في الأسواق. بس الفرق ما بينه وما بين الدوجي إن الدوجي بيبقى سعر الافتتاح مساوي لسعر الإغلاق، أو فرق ما بينهم صغير قوي، لكن قمم وقيعان الدوارة بيبقى الجسم كبير شوية، بس في نفس الوقت هي شمعة صغيرة، بيبقى ليها ظل علوي وسفلي، وجسم زي ما احنا شايفين حيرة، ولا انت عارف هي بياعين هم المسيطرين، ولا انت عارف هم المشترين هم المسيطرين. عشان نستخدم النموذج ده لازم يبقى عندي مقاومة او دعم او حاجز فني قوي، لان هي يعني نموذج ضعيف، اللي هو لازم يبقى فيه حاجز فني علشان يعرف هو ايه المسيطر على السوق في الفترة دي، او هو بيعكس ايه اصلا، تمام؟ لو جت في مثلا اتجاه صاعد، يبقى ده دليل على ان في دلوقتي يا اما السعر هيبتدي يقلب في اتجاه عرضي او اتجاه هابط، والعكس في حالة لو كان اتجاه هابط يبقى ممكن يقلب في اتجاه عرضي او اتجاه صاعد. طيب كده احنا خلصنا النص الاول من المحاضرة، وهو الشموع اليابانية وابرز الشموع وشكلهم ايه ونفسي يعني ايه النفسية بتاعتهم. قبل ما نطبق عملي بقى، في حد عنده سؤال او استفسار في الشكل العام بتاع النماذج الشموع اليابانية؟ في حد عنده استفسار سؤال؟ تمام. نبتدي بقى على الجزء العملي، وهو التطبيق على الشموع اليابانية. بصوا، احنا هنطبقها مش على فريم الساعة بس، احنا هنطبقها على كل الفريمات عشان نفهم مع بعض، تمام؟ طيب في عندنا هنا اول مثال، تمام؟ لو بصينا هنا ده معناه ايه؟ ده واضح جدا، ده نموذج دوجي، تمام؟ جاي في اتجاه صاعد. نموذج الدوجي لقيناه عبارة عن سعر الافتتاح هو سعر الاغلاق، سعر عمل خط ماشي في ظل عروي سفلي، جسم يعني يكاد يكون منعدم، خط زي ما احنا قلنا جاي في اتجاه صاعد ماشي. هو قبل لما نشوف، لو بصينا مثلا كان هنا انا عندي اتجاه صاعد، بصينا لقينا اللي هنا بقى الشكل بتاعي دلوقتي ظهر عندي النموذج ده، فده دليل كويس جدا ان انا اخد منطقة الشراء، خلاص دي مش بتاعتي. بالعكس كمان، ده لما لقيت شمعة هابطة وراها فدي كانت فرصة كويسة ان انا ادخل بيع. شروط استخدام على فيلم الخمس دقايق سكالبنج من حيث شكلها وقوتها. بص، هو الشموع اليابانية مش هنقدر نقول ايه شروط استخدامها، تمام، على الخمس دقايق او ان هو بيفرق عن الساعة، هي كلها ستاندرد، تمام. اهم حاجة ان الشموع اليابانية يبقى شكلها قوي، ما ينفعش اجي استخدم شمعة ماشي واقول اصل دي شكلها دوجي وهي مش دوجي واقنع نفسي انها دوجي. لا، هو اول حاجه لازم الشموع تبقى شكلها واضح، انعكاسيه واضحه، دي اول حاجه. ثاني حاجه ان هي لازم تيجي، او مش لازم بس هي دايما بيفضل ان يعني الشموع دي تيجي عند مستويات دهون ومقاومات،
ليه؟ او دوام مش دوام ومقاومات بس، ده ممكن اتجاه، ممكن زي ما قلنا قناه سحابيه، ممكن نماذج فنيه، ممكن اي حاجه، بس المهم تيجي عند شروط دخول واضحه. يعني هي بتيجي كعامل مساعد. الشموع اليابانيه دي بيفضل انها تيجي كعامل مساعد. كل ما ظهرت عند مستويات فنيه ايا كان نوعها، كل ما كانت معناها اقوى. ماشي، فانت هتستخدمها كسكالبنج، خلاص استخدمها لما تظهر عند دوام وقوامات والشكل يبقى واضح عندي، خلاص استخدمها. مش ولو مثلا استخدمتها عند دعم ودخلت شبه، فانت تحط اول ما يظهر تحط الستوب لوس مثلا تحت الدعم بكام نقطه، والتارجت مثلا عند اقرب مقاومه، خلاص انت كده شروط استراتيجيه وخلاص قلناها واحنا قاعدين. تمام، يبقى دي اهم حاجه شروط استخدامها، ان كل ما ظهرت عند مستويات فنيه كل ما ظهرت قوتها اكبر طبعا بكتير، ولازم تكون اشكالها واضحه زي ما احنا قلنا، زي ما هنا قلنا هي واضح جدا شكلها دوجي، خلاص ما فيش اثنين هيختلفوا ان ده دوجي. تمام، طب في هنا بقى ده نموذج شمعة هابطة جه بعد اتجاه هابط، شمعة هابطة كبيرة اتولدت منها شمعة صاعدة صغيرة، يبقى ده نموذج الهرامي. استنفذت قوة البياعين كلها، جت شمعة صاعدة صغيرة دليل على بداية ولادة المشترين في السوق. ماشي، خلاص من ساعتها بقى ابتدى السعر يطلع 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 زي ما احنا شايفين هنا. تمام، لو في حد عايز اعيد له تاني يعني الحاجة اللي انا بقولها يا ريت. هل يفرق الديل الخاص بالشمعة؟ لان كده لو كان كبير فده دليل على ان الباقي كان موجود وقدر يدفع السعر الاسفل. هو في النماذج مثلا الهرامي هم مش بيهتموا قوي بالديل، هم بيهتموا بالجسم، لازم يكون الجسم كبير. طيب هنعيد تاني المثال بتاع، احنا قلنا هنا في الدولار ين. طيب سامعيني كده؟ طيب كويس، يعني سامعيني كويس كده؟ تمام، هو احنا زي ما قلنا في الدولار ين هنا، ايه اللي خلانا نقول مثلا ان ده نموذج ابتلاع ده على الساعة اللي كان عايز نطبق على الساعة؟ تمام، ايه اللي خلاني اقول ان ده نموذج هرامي شرائي؟ ليه؟ لان انا عندي شمعة كبيرة، تمام، جت بعدها شمعة صغيرة، شمعة هابطة كبيرة، كانت اتجاه هابط ظهر شمعة هابطة كبيرة. ماشي، واضح ان القوة بيعية كبيرة، جت بعد كده بقى اتولدت بعدها شمعة صاعدة صغيرة. طبعا لو قارنا ما بين الجسم ده والجسم ده فده يعتبر لا شيء. ده دليل على ايه؟ على ان البياعين، يعني انا مثلا انا وانا بتداول ابص الاقي لا ده البياعين واضح ان هم استنفذوا قوتهم في الشمعة دي، بدليل ان المشترين بقى ابتدوا يتولدوا، اتاحوا فرصة للمشترين ان هم يتولدوا. بالفعل دي كانت بداية صعود، او شايفين صعود بقى لحد يومنا، لحد اللحظة اللي احنا فيها دي. تمام، اللي كان بيسألني بقى هل الشمعة، هل الديل لو كان كبير ده بيفرق؟ لا، هو في النموذج الهرامي ماشي، ونموذج الابتلاع البيع والشرائي، يعني النماذج اللي هي الثنائية دي هم مش بيهتموا قوي بالديل، اللي هم بيهتموا بالفرق ما بين جسم الشمعة، جسم الشمعة يعني الفرق ما بين سعر الافتتاح والإغلاق ما بين الشمعة الأولى والشمعة الثانية. فعشان كده دي اهم حاجة، زي ما احنا قلنا هو بيهتموا بسعر الافتتاح والاغلاق، جسم الشمعة ايه بالنسبة لجسم الشمعة اللي بعدها. تمام كده، طيب في حد عنده سؤال او استفسار تاني قبل ما نكمل؟ تمام، طيب نيجي هنا بقى زي ما احنا شايفين، بصوا هنا عندنا شمعة همر حلوة جدا، لو قربنا بصوا حلوة جدا. تمام، فيعني بصوا اللي هي فرصة، جسم صغير قوي، تمام، ظل سفلي، ظل سفلي كبير جدا، فده دليل على قوة النموذج. فهو جه بعد اتجاه هابط، ايه اللي حصل بعدها؟ شايفين شمعة صاعدة، بعدها حصل هبوط، بس لحد دلوقتي على فكرة لسه في احتمالية ان السعر يكمل الحركة التصحيحية بتاعته الصاعدة، ما كسرش المستوى ده. يعني انا دلوقتي صح زي ما احنا قلنا دليل على بدايه
ولادة المشترين في السوق. فمثلا مثلا انا بعد الاتجاه الهابط القوي ده ظهرت الشمعة دي، انا ممكن يعني انا كأماني كمتداولة انا ممكن اقول صعب ان انا ادخل بعد يعني الهبوط القوي ده، صعب ادخل شراء. بس في نفس الوقت لو انا بايعه المفروض اخرج خلاص، ده مش السوق بتاعي، ظهرت شمعة همر. تمام، هل دلوقتي فرصة كويسة ان انا ادخل اشتري ولا بيع؟ لا، هو انا اقول لك لو حتى ده ممكن تيجي تقول لي طب ما مطرقه او همر اتكون، جسم صغير جدا، ظل سفلي كبير جدا، دليل على قوه المشترين في السوق، ماشي، وبس للاسف ما كملتش والشمعه الهابطه دي ظهرت. طيب يبقى انا كده ممكن اجي اقول لك حاجه بسيطه جدا، استنى كاس. لو انا عايز بقى ادخل ابيع ممكن تقول لي ده نموذج فاشل ما عملش. لا بس ده حتى لو ما طلعش فهي دي واضح ان دي كانت حركه تصحيحيه، شايفين؟ اهي حركه تصحيحيه ممكن تستمر الفتره. يبقى انهي فرصه حلوه ان انا ابيع؟ لما يكسر مستوى الدعم، صح، زي ما حد قال نستنى الدعم يكسر، خلاص يبقى انا ممكن استنى المستوى ده يكسر وبدخل تاني لو انا عايز ابيع. تمام كده، دي اهي مثال عملي يعني شايفينه زي ما بيحصل قدامنا دلوقتي على اليورو استرليني على الساعه. تمام، طيب لو رجعنا بقى من ورا شويه، بصوا هو ده اللي كنت بقول لكم عليه برضو، قوة الشموع بتتلخص في ازاي نستخدمها مع الادوات التحليل الاخرى. في انا عندي هنا دلوقتي خط اتجاه صاعد، تمام، ارتد واحد اتنين تلاتة فبقى خط اتجاه. طيب انا ارتد من هنا اول مرة بشمعة مش واضحة، هنا لو بصينا لو قربنا هنلاقي ان دي شمعة همر مطرقة، بس المطرقة اللي عندي ظل كبير، ماشي، بس في ظل علوي، بس ظل علوي برضو يعني مش اللي هو مش لازم تبقى الشكل عندي بيرفكت 100%، هو ده شكل واضح ان هو 80%. اهم حاجه ان الجسم عندي، عشان اقدر اقول ان ده مطرقه، ان الجسم اللي عندي اصغر من الظل السفلي. تمام، واضح ان الظل السفلي كبير جدا والجسم صغير، في ظل علوي بس صغير جدا يكاد لا يعني مش موجود اساسا. لو بصينا هنا هنلاقي برضو ايه، ظل السفلي كبير جدا، جسم صغير، وظل علوي صغير قوي، يعني ده يعتبر برضه نموذج مطرقه. شوف اللي حصل بعد ده، السعر طلع اهو مع رغم ان هي كانت شمعه قويه بعدها. طيب هنا السعر برضه طلع خلاص، كسر هنا وابتدى يمشي في اتجاه تاني، بس المهم ان انا في الفتره دي انا عارفه ان السعر قبل ما يوصل، يعني مجرد ما كان هنا او لما السعر اغلق هنا، عرفت ان نموذج المطرقه ده نموذج بيدعم الصعود. ليه؟ انه بيقول لك على بدايه المشترين، وجود المشترين في السوق، سيطروا خلال الساعه اللي فاتت دي، خلال الساعه دي سيطره المشترين، المشترين هم اللي سيطروا على السوق ودفعوا السعر ان هو ايه لاعلى، بعد ما كان البياعين هم اللي كانوا مستمرين في السوق. تمام كده؟ طيب هنا واضح جدا نموذج دوجي عند مستوى دعم، اهو مستوى الدعم الموجود ظهر عنده نموذج دوجي، يعني ده نموذج اللي هو دوجي ودعم. خلاص يبقى انا كده عندي واضح جدا ان انا اتجاه هابط، ظهر دوجي يعني ظهر دوجي يعني ظهر الحيره ما بين المشترين والبائعين، يعني ظهر ضعف في القوى البائعيه ان هي تكاد تختفي مع القوى الشرائيه اللي هي اصلا كانت مختفيه، فكان سعر الافتتاح مساوي لسعر الاغلاق، ابتدى السعر يطلع من جديد. تمام، طيب لو بصينا هنا على اليوين، بصوا ده بقى نموذج، احنا قلنا بقى عكس المطرقه المقلوب، المطرقه المقلوب بيجي في نهايه اتجاه صاعد، معلش نهايه اتجاه هابط. طب اللي بيجي في نهايه اتجاه صاعد شوتينج ستار او الشهاب، ده عندي نموذج الشهاب اهي، سواء شمعه صاعده سواء شمعه هابطه، ماشي، ده اتجاه كان اتجاه هابط، فدي كانت فرصه بصراحه جميله جدا ان انا ادخل ابيع. عندي اتجاه هابط، ماشي، السعر ارتد مره اتنين تلاته دي الرابعه، خلاص يبقى دي فرصه كويسه جدا ان انا ادخل ابيع. دخلت بعت عند لحد مستوى أي اقل سعر وصل له، يعني مثلا ممكن كنت احط التارجت هنا، يعني السعر نزل 47 نقطه انا استفدت منهم بشكل كبير. طيب جه حصل فعلا وصل للهدف، احنا زي ما قلنا دايما 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 الافضل لينا ان احنا ما نحطش، ما نجيش اقول مثلا
هو ده اقل سعر، فانا احط التارجت هنا. لا انا لازم اخلي السعر يتنفس، ماشي، لازم اخلي فيه مساحة. يبقى الافضل ان احط التارجت عندي هنا، سعر وصل له او وصل له، ماشي، لحد ما ظهر، لحد طلع لحد هنا، وبعدين كون نموذج الشهاب تاني وابتدى يتراجع. فدي كانت فرصة كويسة ان احنا ندخل نبيع تاني. طيب في عندنا هنا، بصوا بقى هنا، لو ممكن لو الصوت واضح تدوس رقم واحد. تمام، سامعيني كده كلكم كويس؟ تمام، نكمل. نعيد تاني الحتة دي. فاللي عندي هنا مثلا، ايه اللي يخليني اقول ان النموذج هنا عندي، يعني ده دليل قوي جدا ان السعر هيبتدي ينعكس. يعني مثلا عندي اتجاه هابط وظهر هنا نموذجين، ده مش نموذج واحد، النموذج الاولاني نموذج دوجي. تمام، لو بصينا على نموذج الدوجي هنلاقي ان هو في فرق بسيط قوي ما بين سعر الافتتاح والاغلاق، بس كشكل عام لا، هو واضح ان هو دوجي. يعني هو يعني يكاد يكون سعر الافتتاح مقارب، يعني هو سعر الاغلاق. تمام، طب في قبلها، قبل ما يتكون الدوجي ده، في قبلها نموذج المطرقه. خلاص انا عندي نموذج المطرقه اتكون بعدها دوجي، فده دليل قوي جدا ان السعر خلاص بيجيب اخره، يعني ان الهبوط بيجيب اخره، وان اللي هيحصل دلوقتي انعكاس. تمام، فيعني دليل قوي جدا ان هو انا لو كنت بايع، ماشي، ففرصه حلوه ان انا اخرج دلوقتي من السوق. هنا العكس، هنا كان عندي حركه صاعده، ماشي، وبعد كده ظهر نموذج الدوجي عندي، برضو جسم مقارب جدا، سعر الافتتاح مقارب جدا من سعر الاغلاق، وبعد كده السعر ابتدى يهبط تاني. تمام، طيب في عندي هنا ده نموذج بقى ايه؟ خلاص احنا خدنا كده يعني نماذج كتير، بس دلوقتي بقى نموذج اللي بيبقى فيه شمعة هابطة، تمام، وبعدها شمعة صاعدة كبيرة قوي بتيجي علشان يعني تخلي الشمعة الهابطة دي تختفي لو اتحطت فوقها. ده الابتلاع، الابتلاع اللي هو الشمعة هابطة، ابتلاع شرائي بقى. ليه؟ شمعة هابطة صغيرة، ماشي، جاية في اتجاه هابط، لكن للأسف القوى البيعية ما قدرتش تستمر في السيطرة على السوق، جم المشترين بكل قوتهم. ده هنا واضح جدا ان نموذج الابتلاع الشرائي ده نموذج انعكاسي قوي جدا. ليه؟ لأن المشترين داخلين بكل قوتهم، عملوا شمعة كبيرة جدا. فهو ده اللي احنا بنقول عليه، انت لو فهمت النموذج يعني ايه من ناحية النفسية والسيكولوجي، انت كده مش محتاج تحفظ هو ده في اتجاه هابط ولا ده في اتجاه صاعد. انت عندك جسم شمعة، ماشي، ظهر عند دعم اهو، تمام، جسم شمعة صغير، جسم هابط، جت شمعة صاعدة كبيرة جدا عند المستوى ابتلعتها. فده دليل قوي جدا على الصعود، على سيطرة القوى الشرائية. بدي فرصة ممكن تخليني ادخل اشتري وانا مغمض عينيا. طيب شايفين هنا ده عند مستوى مقاومة، هنا دوجي، شمعة دوجي اهي اللي مش شايفها ومش واخد باله منها، شمعة دوجي، والتاني اللي هو الرجل المشنوق هانجينج مان. تمام، ليه؟ في ظل علوي صغير، في ظل علوي، الجسم عندي صغير جدا والظل السفلي كبير جدا. فدي كان واضح انها تدعم الهبوط وفعلا السعر تراجع، ودي كانت تدعم الهبوط وفعلا السعر تراجع زي ما احنا شايفين هنا. تمام، طيب في مثلا على الربع ساعة، ده نموذج ايه؟ ده واضح جدا، شمعة صغيرة، ماشي، جسم شمعة صغير هابط، جت بعدها شمعة كبيرة جدا ابتلعته، فخلاص ده ابتلاع شرائي. ده واضح كده ان القوى البيعية اختفت، بدليل ان جم المشترين بكل قوتهم عملوا جسم كبير جدا. العكس هنا،
ده جسم شمعة صاعدة بعد الصعود ده، حصل ان الشمعة كونت بعدها شمعة هابطة كبيرة جت تبتلع الشمعة اللي قبلها. بس لو هتقولوا لي هقول لكم ان النموذج ده ماشي اقوى من النموذج ده، تمام. النموذج ده لو بصينا هنلاقي شمعة هابطة بعدها جت شمعة هابطة صغيرة وبعدها جت شمعة صاعدة، والشمعة الهابطة الصغيرة دي كان سعر الافتتاح عندي كان اقل، يبقى ده نموذج نجمة الصباح. مش كاس كمان ممكن اقول ان هو ابتلاع شرائي، لا ده انا ممكن اقول لو خدنا النموذج مع الثلاث شموع دول يبقى عندي نموذج الابتلاع، نموذج نجمة الصباح. ثلاث شموع هم نموذج نجمة الصباح اهو، ثلاث شموع، شمعة هابطة قوية كبيرة جدا، جت شمعة هابطة صغيرة بعدها، جت شمعة صاعدة ثالثة جسمها اكبر من او مساوي من الشمعة الهابطة الاولانية. ده دليل على ان خلاص جم المشترين تساووا في القوى البيعية، يعني خلاص هما اللي سيطروا وخلوا القوى البيعية تختفي تماما. يبقى ده عندي نموذج ابتلاعي بيعي وده نموذج نجمة الصباح. لو خدنا مثلا النموذج ده كاتنين بس، كنموذجين بس، فممكن نقول ان ده نموذج ابتلاع شرائي، تمام كده. بس ما علينا، اذا كان ابتلاع شرائي او اذا كان نموذج نجمة الصباح، فالاتنين معناهم بقى هو ده اللي احنا كنا بنقول عليه. مش لازم تحفظ اسامي النماذج، بس المهم ان انت تعرف ايه السايكولوجي بتاعت النماذج دي. فهمتوا بقى انا عايزه اقول لكم ايه طول المحاضره؟ افهم السايكولوجي، افهم ان دي شمعة صاعدة كبيرة جت تبتلع الشموع، يبقى عند مستوى دعم زي ما احنا شايفين اهو، يبقى ده دليل قوي جدا على انعكاس السعر. انت لو ادمجت الشموع اليابانيه مع ابسط حاجه مع الدعوم والمقاومات وخط الاتجاه والقنوات السعريه والنماذج الفنيه، خلاص انت كده عندك استراتيجيه كامله متكامله، تمام. ده انا بصوا ده نموذج ايه بقى واضح جدا، يعني ده نموذج الشهاب يا جماعه. بصوا نموذج قوي جدا، الظل العلوي كبير جدا، جسم الشمعة صغير، نجية النموذج في نهاية اتجاه صاعد زي ما احنا شايفين، ده عشان يبان نهاية اتجاه صاعد اهو، علشان يشيب الى احتمال وجود احتمال منعكس. اول لما قفلت الشمعة دي على اغلاق ماشي اسفل، هي شمعة هابطة، وده دليل قوي جدا. دي كانت هتبقى فرصة كويسة ان احنا ندخل نبيع من الشمعة دي. لو انا هدخل ابيع كمان استنى شمعة تأكيدية وبعد كده ادخل ابيع، يبقى هي دي الشمعة اللي انا هدخل منها الزوج الصفقة بتاعتي. طيب هنا خلاص ده نموذج بقى الدوشي، احنا عرفناه بقى حفظناه، عشان كده كنا بنقول اكتر النماذج اللي بتظهر في على الشورت او الرسم البياني هو نموذج الدوشي. فزي ما احنا شايفين ده نموذج الدوشي وظاهر جدا ماشي، وده فعلا طلع السعر بعدها ده على الدقيقة كمان. يعني احنا بصوا خدنا على المونثلي، خدنا على الدقيقة 5 دقايق، على نص ساعة، على 4 ساعات، على الساعة، يعني خدنا على اغلب الاطوات الزمنية. ليه انا عملت كده؟ علشان خاطر اقول لك مش لازم تستخدمها على سكالبينج، مش لازم تستخدمها على طويل المدى، مش لازم على تايم فريم واحد. يعني اللي يجي يقول لك اصل الشموع بتظهر قوتها مثلا على الساعة بس، لا قول له غلط، مش الشموع على جميع الفريمات بس، على اساس انت استراتيجية تداولك او الطريقة بتاعة التداول بتاعتك هي ايه بالظبط، تمام. اخر حاجة عندي هنا ده نموذج اللي هو المطرقة المقلوب. ليه قلت المطرقة مقلوب؟ لانه جه في اتجاه هابط، علشان نهاية اتجاه هابط وبدعم الصعود، تمام. طيب في حد بقى عنده سؤال او استفسار او حاجة مش فاهمة عادها له؟ في حد عنده سؤال او استفسار او اي مثال عايزنا نوضحها له؟ عادها له تاني؟ تمام كده كله، ما حدش عنده اي سؤال؟ خلاص شمعة الدوجي إذا كان ديل الشمع العلوي قصير. بص هو شمعة الدوجي ليها أشكال كتير جدا، كل شكل ليه معنى وكل شكل فعلا بيدعم اتجاه، بس احنا كمبتدئين في المرحلة الأولى مش محتاجين نعرف هو أحلى ظل علوي ولا أحلى ظل سفلي ولا مش عارف ايه، هو في النهاية تمام ما دام
ممكن لو سامعيني كويس ادوس رقم 1. تمام، هو ده بقى اللي انا كنت اقصد عليه، ان شمعة الدوجي مش لازم نلخبط نفسنا ونقول هي كانت ظل ايه ولا كان شكلها ايه، هي في النهاية اول ما الدوجي بيضاء ده احتمال وجود يعني انعكاس خلاص كده بشكل كبير جدا، لانها لو بصينا من الناحية السايكولوجي، سيبها من اي حاجة، لو بصينا من الناحية السايكولوجي هنلاقي ان يعني سبب الافتتاح هو سبب الاغلاق، يبقى واضح جدا ان في صراع، في حيرة، في ضعف في القوتين. فلو كان مثلا القوة البياعية لو كان اتجاه هابط، فمعنى كده ان القوة البياعية خلاص قوتها انتهت، دليل ان هي ما بقاش في قوة عندها ان هي حتى تدفع السعر الاسفل شوية، سعر الافتتاح هو سعر الاغلاق، فده دليل احنا خلاص ندخل نشتري او على الاقل نخرج من صفقة البيع بالعين. هو ده اللي انا اقصد عليه. وصلت كده الفكرة؟ تمام، في حد تاني عنده سؤال او استفسار قبل ما ننهي حلقة النهاردة؟ حد عايز اعيد له حاجة؟ أأكد على حاجة؟ الشموع اليابانية دي يا جماعة ممكن أقول من أهم المحاضرات اللي أنا أصلا اديتها، ليه؟ لأن الشموع دي أساس كل حاجة. الله يسلمك أستاذ توفيق. فأهم حاجة إن إحنا بجد نتدرب عليها، دي من أهم الأدوات اللي أنا بستخدمها أصلا لحد دلوقتي. دي أساس، ده حجر الأساس، ما ينفعش أقول أنا بستخدمه وما بستخدموش، ده حجر أساس لازم كلنا نعرفه. ممكن نعمل محاضرة عن الدعوم ومقاومات؟ طيب تمام، أنا هكتبها عندي إن شاء الله نعملها في أقرب وقت ونتكلم فيها بالتفصيل. تمام، في حد عنده سؤال أو استفسار تاني؟ هو بصوا، دي إحنا النهاردة جمعنا الشموع بشكل مختصر وبسيط جدا، ومش محتاج إن إحنا نقعد نعقد نفسنا وان احنا نقول احنا مش عارفين وده بيجي فين وده بيجي فين، خلاص احنا كده فهمنا مع بعض. طالما فهمنا مع بعض المحاضره دي وفهمنا يعني ايه سايكولوجي لاشكال الشموع، انت كده ممكن تطبقه على اي حاجه من غير بقى ما انت محتاج تدرس حاجه تاني او تشوف حاجه تاني. تمام، فهو ده الاساس اللي اتكلمنا فيه عن الشموع، هو ده اللي هيدخلك لعالم الشموع وانت ببساطه وراحه. هو ده يعني كان الاساس، يعني ان انا اتعلمت الشموع ان انا فهمت اصلا النفسيه، بس فهمت السايكولوجي، ومن السايكولوجي ابتديت انا اترجم ايه اللي بيحصل. فهو ده احنا لو اتعلمنا وصلنا للنقطه دي مع نفسنا، فدي تبقى يعني خطوه مهمه جدا في التداول. تمام، في حد عنده استفسار بقى تاني؟ العفو يا جماعه. تمام كده احنا وصلنا لنهاية محاضرتنا النهاردة، اتكلمنا فيها عن الشموع اليابانية، اشكالها، قدرنا نفهم نفسية المتداولين خلال فترة تكوينها، طبقنا عليها عملي. اتمنى ان انا اكون قدرت اضيف لكم حاجة النهاردة ومعلومات جديدة. في النهاية بشكركم على حسن استماعكم، واتمنى اشوفكم في محاضرات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.